بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد جاءني سؤال بعيد العيدي عن حادثة حصلت في داغستان، سأقرأ الرسالة وأعلق عليها. أعتذر في البداية عن التأخر في الرد للمشاغل الكثيرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا، لعلكم سمعتم بما جرى في داغستان. هناك شباب دخلوا الكنيسة وقتلوا قسيسها، روسي يعيش في داغستان، ثم اشتبكوا مع الشرطة فقتلوا وقتلوا. بعضهم يحاول التسويغ لهذا بأن المقتول حربي، بناء على ما جاء في بعض كتب الفقه أن أي كافر ليس بينه وبين المسلمين عهد فهو حربي. كيف تقيمون هذا الفهم؟ هذا فهم مغلوط قطعا، لأن هذا الكلام الذي يقال كان أيام وجود دار للإسلام ودار للكفر، فكانت دار الإسلام كيان مستقل ودار الكفر كيان مستقل، ولا يوجد تداخل بين الدارين إلا باستثناءات خاصة. الآن هذا المفهوم قد اختل اختلالا كبيرا، سبب اختلاله هو الواقع. فالدولة الحديثة ولا سيما الدول التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، حصل كيانات جديدة ما كان يعرفها التفكير العالمي آنذاك، ومس هذا المسلمين ودولتهم. فتجد الآن مسلمين يعيشون آمنين مطمئنين في بلاد الكفر التي كان يقال عنها دار حرب في يوم من الأيام، وتجد كافرين يعيشون مطمئنين في بلاد المسلمين. كيف يعيش هذا وكيف يعيش هذا؟ هناك أمور تنظم هذا. العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. فإذا كان في الزمان الماضي شيء يسمى العقد أو العهد، فهذا اسمه معاهد، بطريقة معينة يستطيع أن يسير في بلاد المسلمين، فإن صورة العقد أو العهد هذه تحولت بعد وجود جواز السفر. جواز السفر والفيزا التأشيرة التي تسمح لك بدخول ذلك البلد، ومن ضمن ذلك الالتزام بقوانينهم. نحن نلتزم بكل قانون لا يخالف شريعة الإسلام، حتى لو أصدر الحاكم المسلم قانونا يحاكم يخالف الإسلام لسنا ملزمين باتباعه، بل لا يجوز لنا أن نتبعه. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحينما تأتي وتقول كل كافر ليس بينه وبين المسلمين عهد فهو حربي، الواقع خلاف هذا. فهذا الكافر الذي هو القسيس قبل أن تقتله كان يشتري من دكانك، وتتعاملون معا، ويجمعكم النظام العام الذي في ذلك البلد، وإذا اختلفت معه في قضية أو اختلف معك فإنكم تلجؤون إلى محاكم وأشياء وقانون يلزم الطرفين. فهناك مواضعات جديدة لم تكن موجودة في التاريخ السابق. فحينما تقرأ كلام الفقهاء وتحمله على غير واقعه هذا مخالفة، لأنه ليس هكذا. هذا أولا. ثانيا، روسيا والدول الإسلامية التي تسيطر عليها الآن، هل الحرب قائمة؟ لا، ليست قائمة. ما هي العلاقة بينهم؟ علاقة سلم. الآن السلم هذا يمكن تكييفه على أنه هدنة، وإن كانت هدنة طويلة الأمد. هل
الهدنة لابد أن تكون مثلا لمدة 10 سنوات، ثم بعد ذلك تجدد؟ لا أدري، لكن الذي حصل هو الواقع الآن بين هذه الدول الإسلامية وبين روسيا ليست العلاقة علاقة حرب. بدليل ماذا؟ بدليل أن تلك الدول يأخذون جواز سفرها ويلتزمون بقوانينها، وهناك منح ومكافآت تعطى لهم من قبلهم، وهناك مغانم ومغارم يستفيدونها أو تضرهم، فهناك بينهم شيء من التعاقد. نعم، هي صورة جديدة، نحن لا نخرج عن أقوال الفقهاء، ولكن هذه الصورة ليست هي الصورة المذكورة في كتب الفقهاء. ما حكم الاعتداء على الكنيسة؟ وافرض أنه حربي، لنفرض الاحتمال أسوأ، هل يجوز لك أن تقتل قسا نصرانيا أو حاخام يهودي ليس مقاتلا وليس محاربا وليس في أرضك ولا في بلادك؟ هو دخل البلاد وبينكم اتفاقيات، وأنت ترى دولة لك ورئيسا لها، وتجد نوعا من الاتساق ونوعا من التفاهم، العلاقة ليست علاقة حرب الآن بينك وبينهم. إذا حصل حرب وقامت دولة من هذه الدول الإسلامية، يجب على الجميع نصرتها، هذا حق، هذا دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندهم شوكة وعندهم قدرة وعندهم الأحكام الشرعية المرعية الموجودة، عندهم إعداد عسكري وإعداد معنوي، وعندهم القدرة على الخلاص، وجب نصرتهم على الجميع. أما والله هي شعرة في جلد الثور وتريد أن تتحرر، سيحصل ما حصل حينما حاول أهل الشيشان وهم محقون في هذا التحرر من هذا الدب الروسي. ما الذي حصل؟ دمرت الشيشان وسويت بدارة تماما. فلا بد من النظر بطريقة تراعي الواقع. هذا القس النصراني في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وصية الصديق، لأن هذه لها حكم مرفوع، حينما كان يرسل الجيوش يقول لهم اغزوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا وستجدون أناسا حبسوا أنفسهم كذا، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له، يعني حبسوا أنفسهم للعبادة. فرجال الدين إذا لم يحملوا السلاح ولم يكونوا عونا للكافرين ولم يساندوا الكافرين ولم يشتركوا في قتل المسلمين، هؤلاء لا يجوز لك أن تبدأهم حتى وإن كانوا حربيين. افرض أن الحرب قامت الآن بين روسيا وبين داغستان والشيشان وكذا وكذا، والمسلمون هكذا دخلوا في القتال، وعندك كنيسة فيها راهب يتعبد على طريقته مع اعتقادنا بطلان ما عنده من الدين، هل يجوز لك أن تقتله؟ لا، لا يجوز لك أن تقتله، لأنه ليس محاربا. فإذا كان أقول حتى في الحرب، تصور الحرب، عودوا إلى كتب الفقه، عودوا إلى وصية سيدنا الصديق التي اتخذها المسلمون دستورا للحرب، نهى عن قتل رجال الدين، نهى عن قتل الأطفال، نهى عن قتل النساء، نهى عن إحراق الأموال، نهى عن التعدي وإهلاك الحرث والنسل. فهؤلاء الذين قاموا بقتل هؤلاء، بقتل هذا القس والعدوان على الكنيسة، من أمثال ما يحصل في بلاد المسلمين، يعني نفس الجماعات المتطرفة التي لا تعرف القواعد الشرعية. هذا بلا شك لا يجوز، هذه جريمة. نعم، هذه جريمة. طيب، حصل الذي حصل وماتوا، أفضى هؤلاء إلى ما قدموا، هل يصلى عليهم؟ نعم، مسلمون، هم ليسوا كفارا هؤلاء، لكنهم أساءوا وأخطأوا وارتكبوا ما يجر على المسلمين وبالا، فلا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا. هذه الأعمال، كل عمل يقوم به هؤلاء البسطاء على الكنائس أو على
المجمعات التجارية سينعكس سلبا على المسلمين، وسيتاجر به ضد المسلمين، وستحكم وستمنع أحكام شرعية من أناس معتدلين بسبب جريرة هؤلاء المتطرفين. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وانتبهوا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.